مساء الخير جميعا، شكرا لحضوركم هذه المحاضرة التعريفية القصيرة في هذا المجال البحثي عن معلوماتية المواد. أنا اسمي ثائر ديب، أحمل شهادة الدكتوراه في علوم وتقنية المعلومات من جامعة هوكايدو في اليابان، واليوم أود أن أقوم بمحاضرة تعريفية بسيطة عن المجال البحثي الذي أعمل عليه حاليا، وهو معلوماتية المواد لصالح الجمعية السورية للبحث العلمي. بداية، هذه هي المحتويات التي أردت التحدث عنها. سوف نبدأ طبعا بتعريف لما هي معلوماتية المواد وما هي أهميتها. ثانيا أنتقل إلى تطبيقات معلوماتية المواد، ثم بشكل تخصصي أرغب بالحديث عن البحث الذي أقوم به حاليا، وهو تصميم المواد باستخدام تقنية المعلومات، وبشكل أدق أيضا باستخدام شجرة بحث مونتي كارلو. يعني هذه سيرة ذاتية مختصرة. أنا حاليا أعمل كبوستوك ريسيرشر أو باحث بوستوك في جامعة طوكيو، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لأبحاث وتطوير علم المواد نيمس في اليابان، وبالإضافة لكوني باحث زائر في المدرسة الوطنية لأبحاث الفيزياء والكيمياء مركز مشروع الذكاء المتقدم ريكن. اهتماماتي البحثية تشمل، طبعا أنا كوني في يعني باك جراوند تبعي أو مجال دراستي ما قبل الجامعية وحتى في مجال الدراسات العليا كانت هي المعلوماتية، فبشكل أساسي كان البحث تبعي هو تطبيق مبادئ المعلوماتية على علم تطوير المواد. وبشكل أساسي اهتماماتي البحثية تتركز في التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والتنقيب عن المعلومات في النصوص، وبشكل عام Data Science. بنتقل هلأ معكم لمعلوماتية المواد كتعريف. الحقيقة معلوماتية المواد إذا قلنا باختصار هي نشأت عن تزاوج فرعين من العلوم، الأول هو علم المعلومات والثاني هو علم المواد. في علم المعلومات هو العلم الذي يعنى بمعالجة المعلومات، يعني مثل ما بالإنجليزي يقال Information and Computer Science، وبشكل يعني أهم هي Information Science طبعا. وعلم المواد هو Material Science، هو العلم الذي يبحث في فهم وهندسة واكتشاف المواد الجديدة. هذا التزاوج بين هدول الفرعين أنشأ مع علم معلوماتية المواد. الحقيقة الـ Interdisciplinary Research أو هذا التزاوج غالبا عم يكون يعني بين المعلوماتية، كونها أحدثت ثورة في نمط حياة البشر، وفي ويعني قادر بسبب التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات، قدرت تكنولوجيا المعلومات انه تدخل وتعمل تزاوج مع كثير من فروع العلم الاخرى بهدف تسريع تطوير او دعم تطوير الريسيرش او الابحاث في كثير من الفروع. واحده من هذا الفروع هي علم المواد، وهو المجال البحثي العريض الذي انا اعمل يعني ضمنه. شو أهمية هذا التزاوج أو ليش بدأ هذا التزاوج بشكل أساسي؟ الحقيقة في يعني بشكل أساسي الهدف من تزاوج علم المعلومات مع علم المواد هو تقصير المدة اللازمة لدورة تطوير وإنتاج المواد الجديدة التي حاليا تستهلك بحدود 20 سنة. يعني الريسيرشرز الباحثين لما بدهم يكتشفوا مواد جديدة ذات خواص معينة لاعتمادها ووضعها في مثلا تطبيقات او يعني بالمصانع او الطيران او اي مواد جديده بحاجه الى لتطوير الصناعه، حاليا الباحثين بيقوموا بتجارب عديده. طبعا هي التجارب تستهلك وقت كبير وتستهلك مال كتير، كونه احيانا في مواد نادره وبتكون غاليه كتير، وهذا الاستهلاك بياخذ وقت. بيقوم بعدة تجارب لإنتاج المادة معينة، ومن ثم بيقوم بتجارب الاختبار هذه المادة المعينة، ومن ثم بيحاولوا أنه يضعوها ضمن الهدف اللي أصلاً هم طوروها مشانه. وهذا الدورة هي بتاخد 20 سنة بالوقت الحالي. وجود التطور الهائل بتكنولوجيا المعلومات والقدرات الحاسوبية العملاقة يعني أتاحت أنه نحن نحاول نسرع هي الدورة هي، بحيث أنه يصير في عنا تطوير للمواد مدة زمنية أقصر، وبالتالي دعم البحث العلمي بهذا المجال وتسريعه، وبالتالي منتجات صناعية يعني قادرة على تلبية رغبات الإنسان وأهدافه.
هذا كان هو الهدف الرئيسي من إنشاء هذا التزاوج بين الفرعين. طبعاً هناك تزاوجات أخرى حصلت بين علوم المعلوماتية والعلوم وعلوم أخرى مثل البيولوجي أو علم الأحياء، وهذا كان يعني كان هذا التزاوج بدأ من مبكراً قبل التزاوج بين علم المواد وعلم المعلوماتية، وكان حقق نجاحات كتير جيدة في تسريع تطوير مثلاً اكتشاف أدوية. هلأ في مثلاً تطوير توصيل الدواء في عن طريق النانو بايوميديسن، او يعني يعني انه يعني ايصال المركب الدوائي الفعال للمريض فقط للخلايا المريضه، وهذا بيصير عن طريق النانو تكنولوجي او يعني علم المواد ذات الحجم الصغير جدا من مرتبه النانو، يعني من مرتبه 10 قوه ناقص 9 يعني الحجم تبع هاي المواد. فالمهم نشأ علم معلوماتية المواد، يعني قياساً على هالتجارب الناجحة لتزاوج بين علم المعلومات وعلوم أخرى، في عدة تطبيقات بدأت يعني تهدف إلى استخدام علوم المعلوماتية في تطوير ودعم أبحاث المواد. أنا بدي أحكي هون فقط يعني أذكر أمثلة صغيرة جداً من كم هائل اليوم من تطبيقات عم يشتغل عليها كثير من الباحثين في العالم. فعلى سبيل المثال في عندك تصميم المواد باستخدام تقنيات التعلم الآلي، في عندنا تطوير وإدارة قواعد بيانات المواد، ومن ثم استكشاف مواد جديدة باستخدام تقنية المعلومات، وحساب خواص المواد بالاعتماد على التعلم الآلي. طبعا هي التطبيقات نحن لو بدون علم المواد كانت ممكن أكيد، بدون علم المعلوماتية كانت التطبيقات ممكن أكيد، لكن كانت حتاخذ وقت طويل وحتاخذ تجارب غالية ماديا وزمنيا. استخدام علم المعلوماتية أتاح أن نحن نسرع هي التطبيقات. هلأ أنا بدي أنتقل معكم على تطبيق محدد بحد ذاته أنا عم بشتغل عليه حاليا، وهو تصميم المواد باستخدام تقنية المعلومات. لنفرض أنه نحن في عنا مادة، المطلوب أنه نحن نصمم مادة معينة، في عنا structure، في عنا هيكلية لهي المادة، ونحن في عنا مجموعة من الذرات البسيطة اللي هي الذرات الكيميائية، مثل ما أنا ممثل هون بالسلايدات، في عنا الذرة X والذرة Y، والمفروض أنه نحن نعبي هاي الذرة X والذرة Y في هذا الهيكلية تبع المادة. الهدف أنه نحصل نحن على مادة بأقل طاقة ممكنة على سبيل المثال. إذا نحن بدنا نصمم مادة، هاي المادة إلى خواص، ونحن لحتى نصمم المادة المطلوبة لازم نوصل للخواص اللي هي نحن بدنا إياها. فنحن مثلا على سبيل المثال هون بدي صمم مادة كريستال، هذه الكريستال ذات أقل طاقة ممكنة، بمعنى أنه هي ستيبل أو ثابتة، بمعنى أنه هي قابلة، لأنه لما تكون المادة ذات طاقة عالية ليست بأقل طاقة ممكنة فهي غير قادرة على التشكل، تتغير إلى مادة أخرى. فهي مثلا هذا المثال، لكن أنا لما بدي أعطي مثال أكثر يعني تحديد، خلينا نقول إنه نحن هون بهذا اللي شايفينه هون، هذا الستركشر هون، هذا الهيكل هون، في عنا بدنا نصمم مادة خليطة لناقلية حرارية. فعادة هيك مواد في عنا هيكلية هون مثل ما نكون شايفين، في عنا هون يعني منطقتين هم منطقة يعني حدود، خلينا نقول من اليمين واليسار المادة محدودة بطبقات من ذرة السيليكون، وفي عنا منطقة خليطة هون هي ما تسمى بالألوي، والألوي هو خليط من ذرة معدن وذرة غير معدن. فنحن هون في عنا مجموعة من الذرات في منطقة الخليط هذا، وهذه الذرات نحن نحتاج إلى أن نملأ هذه المواقع هنا بإما ذرات سيليكون أو ذرات جرمانيوم أو جرمانيوم ممكن بالعربي. فالفكرة أنه هي المادة الناتجة النهائية اللي هي أنتم شايفينها هي كلها، هي هدفها أنه تنقل الحرارة من طرف إلى طرف. لكن نحن لما بنصمم هاي المادة نحن بنراعي شو هي الخاصية المطلوبة من هاي المادة. طبعا أنت ممكن تصمم هاي المادة لتحقيق أعلى ناقلية حرارية أو لتحقيق أقل ناقلية حرارية، وبالحالتين في لكلا المواد هذول ذوات الناقلية الحرارية العالية وذوات الناقلية الحرارية القليلة في تطبيقات بعلم المواد، في يعني في استخدامات بقصد لهذه الناقلية الحرارية أو لهذه المواد ذات الناقلية الحرارية المرتفعة أو المنخفضة، في إلى تطبيقات ب يعني مثلا بالمعالجات تبع الحواسب، بكثير يعني من التطبيقات. فنحن إذا نهدف إلى أنه نحن نعبي ذرات السيليكون والجرمانيوم اللي أنتم شايفينهم هون، نعبيهم ضمن منطقة الخليط للحصول على أفضل
تركيبة معينة، وهي إما ذات ناقلية عليا أو ذات ناقلية حرارية صغرى. طبعا هي منطقة الخليط قد تحتوي عدد مختلف من الذرات، يعني قد نحن نضع فيها 16 ذرة وقد يكون 22 ذرة، يعني عدد معين من الذرات. طبعا نحن كل ما زاد عدد الذرات اللي نحن بحاجة إلى أن نملأها في منطقة الخليط، باعتبار أن منطقة الليد هون اللي أنا عم أقول عنها هي منطقة ثابتة، هي المنطقة المتغيرة. فكل ما زاد عدد الذرات اللي نحن بحاجة أن نعبيها بهي المنطقة، كل ما بيكون زاد عدد الخيارات الممكنة. فعلى سبيل المثال نحن رح نحط قيد على هذه المنطقة بأنه نحن يجب أن نفترض أنه عدد الذرات في منطقة الخليط اللي هي عدد ذرات السيليكون يساوي عدد ذرات الجرمانيوم، وهي 16 ذرة. فإذا كان أنت في عندك إذا افترضنا هذا القيد أنه عدد ذرات السيليكون هو معادل لعدد ذرات الجرمانيوم، هو قيد نحن فرضناه، يعني هو ليس بالضرورة أنه كل المواد تأخذ يكون فيها هذا الشرط، لكن نحن رح نفترض هذا الشرط كحالة خاصة للدراسة. فمثلا إذا كان عندك أنت 14 ذرة في منطقة الخليط، فهذا يعني أنه أنت في عندك 3432 احتمال لتموضع هذه الذرات السيليكون والجرمانيوم في هذه في منطقة الخليط هذه. طبعا نحن كل ما زدنا عدد الذرات، لاحظ الزيادة الأسية في عدد المواد المرشحة أو عدد التركيبات المرشحة. طب نحن كيف ممكن نحصل بالتالي ضمن هذا الحجم الهائل من الاحتمالات، كيف نحن ممكن نحصل على أفضل مادة معينة أو أفضل تركيبة، أفضل ملء لذرات السيليكون والجرمانيوم فيها منطقة الخليط تلك، لنحصل على أفضل ناقلية حرارية أو أصغر ناقلية حرارية؟ طبعا المسألة مو سهلة، لأنه نحن طبعا الحل الأبسط هو إنه نحن نمسك الخيار واحد واحد نقعد نجربه، يعني نصمم مادة بتركيبة معينة نعبي ذرات السيليكون والجرمانيوم، ثم نروح نعمل لها اكسبيرمنت، نعمل لها تجربة ونقيس الخواص تبعها. طبعا هذا حل يعني غير منطقي على الإطلاق، لأنه عدد هائل من المواد المرشحة وكل تجربة رح تاخذ وقت طويل وتاخذ تكلفة عالية، هذا حل غير منطقي أكيد. طبعا خبراء علم المواد ممكن يقللوا جدا عدد الاحتمالات نتيجة خبراتهم، لكن نحن أيضا باستخدام تقنية المعلومات بدنا نحاول نوصل للمادة المثالية بأقل كلفة ممكنة. هذا هو المسألة، هذا هو الهدف أو الدافع من هكذا دراسة. طبعا هناك يعني خلينا نقول المقاربات الموجودة حاليا بهذه المشكلة اللي هي تصميم المواد باستخدام تقنية المعلومات، هي ما تسمى بالخوارزميات الـ يعني الإتيريتيف أو الـ يعني المتتابعة يمكن أو التكرارية، التي تعتمد على تكرار نهج معين. مثل ما نكون شايفين هون، لنفترض أنه نحن في عنا فضاء بحث، وبمعنى أنه أنا في عندي مثلا 10,000 خيار من المواد، وأنا بدي أختار المادة ذات الأفضل، الأفضل باستخدام تقنية المعلومات. أي خوارزمية، أي مصممة لانتقاء الخيار الأفضل، هي تعتمد على تكرار منهجية معينة. فهي أولا تختار مادة أو مجموعة مواد من هذا من فضاء البحث هذا. طبعا أول خيار راح يكون خيار عشوائي، ومن ثم تقوم بتجربة أو محاكاة، بمعنى يعني أنا ما بساوي التجربة عمليا، وإنما أنا بدرس خواص المادة الناتجة عن طريق ما يسمى simulation أو محاكاة عن طريق الحاسب. يعني هناك عبارة عن كثير من الأدوات البرمجية التي تقوم بحساب المواد أو خواص المواد بشكل تجريبي، بشكل يعني virtual افتراضي، باعتماد على الحسابات الدقيقة ونظرية الكوانتوم. طب ممكن يسأل هون شخص انه ليش انا ما بيجي بمسك هالخيارات كلياتها؟ اذا بقيم بمحاكاة خواص هاي المواد ثم بختار المادة ذات الخواص الافضل او اللي انا بطلبها. طبعا المحاكاة عن طريق الحاسب، هي حتى هاي المحاكاة رغم انه ربما يعني يبدو للناس انه هي مسألة سهلة، لكن عمليا بتاخد ايام من اجل اختبار مادة واحدة، لانه خاصة انه نحن كل ما كان بدنا حساب خواص المواد بدقة اعلى، كل ما اضطررنا الى انه نستخدم تولز، انه نستخدم برامج ذات تعقيد اعلى وذات حسابات وحل معادلات بدرجات معقدة، وبالتالي بتاخذ زمن طويل جدا. فاذا نحن ليس من مصلحتنا يعني انه ناخذ نجرب كل او نحاول نحاكي او نحسب خواص المواد لكل المواد الموجودة، نحن بدنا نحاول نحسب أقل عدد ممكن من المحاكيات، أو أن نحاول نعمل أقل عدد ممكن من المحاكاة وبنفس الوقت نحصل على أفضل خيار عنا.
فمثل ما عم نحكي انه المقاربات الموجوده حاليا لحل هذه المشكله هي انه نحن بنختار مجموعه من المواد، ماده او مجموعه من المواد، وبنعمل محاكاه لها. طبعا هي المحاكاه رح ترجع لنا خواص هي المواد. تمام؟ هلا بالاعتماد على خواص هي المواد المحسوبه نحن بنعمل تقييم وبنعمل مراجعه على فضاء البحث ضمنيا ضمن الخوارزمي، ثم بنختار من هذا الفضاء البحث بناء على طبعا المعلومات اللي رجعت لنا من المحاكاه السابقه، نختار مجموعه من الخيارات بتكون خيارات افضل. طبعا بهي الحاله نحن غير مضطرين الى انه نحن ندرس او نحسب خواص المواد عفوا نحسب خواص المواد في الموجوده جميعا في فضاء البحث، وانما نحن فقط بدنا نحسب يعني خواص بعض المواد، وبالاعتماد على هذه الخواص اللي هي بعض المواد فقط نستطيع أن نبحث في فضاء البحث عن المادة الأفضل دون تجريب جميع الخيارات. طيب هلأ نحن هي هي المقاربات الموجودة. على سبيل المثال رح أعطيكم يعني عادة هي state of the art أو يعني هي الأكثر خوارزمية تقدم في مجال تصميم المواد باستخدام المعلوماتية، هي الأمثلة البايزية أو البيجن optimization. لنفترض نحن في عنا فضاء من المواد عدده 10 مواد مثل ما نكون شايفين هون، ونحن في عنا بدنا نختار المادة الأفضل بدون ما نقوم بتجريب كل هدول المواد. فبالمرحلة الأولى بيتم عملية اختيار عشوائي لمجموعة من المواد، هون فرضا اخترنا ثلاثة. الأمثلة البايزية أو البيجن اوبتمايزيشن بتعتمد على حساب سكور، على حساب خلينا نقول يعني ناتج ليست خواص المواد، لأنه حساب خواص المواد مكلف جدا، لكن تقوم بحساب سكور تقييمي من أجل توقع يعني الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة. فإذا نحن مثل ما حكينا المرحلة الأولى بتكون في عندنا اختيار عشوائي، هذا الاختيار العشوائي بصير عليه محاكاة وبالتالي نحصل على خواص المواد، ثم نتيجة هذا الحساب خواص المواد بنقوم بعملية prediction score أو يعني نتيجة تنبؤية أو تقييم متوقع للمادة يعني فيما يتعلق ببقية المواد. طبعا هذا برجع بقول إنه هذا ليس خواص المواد، وإنما هو يعني مجرد يعني نتيجة توقعية بسيطة ممكن تنحسب ببساطة. طبعا والمادة ذات الـ prediction score أو ذات التقييم المتوقع الأعلى هي التي تؤخذ لتجريبها لاحقا، مثل ما راح تشوفوا هون. فنحن إذا أخذنا المادة رقم 8 وهي اللي جربناها، طبعا نحن الـ Bayesian Optimization الأمثلة البايزية بتضمن الحصول على المادة الأفضل بدون بسرعة أكبر، يعني نحن مجرد عملنا محاكاة لأربع مواد فقط من أصل 10 ممكن نكون حصلنا على المادة الأفضل ذات الناقلية الحرارية الأعلى أو الأدنى على سبيل المثال، ثم يتم تكرار هذه العملية إلى أن نصل إلى المادة الأعلى مثل ما حكينا. طبعا يعني مثل ما قلت أنه لا يمكن حساب جميع المواد، وإنما تكتفي الأمثلة البايزية بحساب نسبة ضئيلة جدا قد تصل إلى 5% أو إلى 10% من حجم الفضاء كله. يعني أنت متخيل أنت عندك 1000 مادة، أنت عم تقوم بحساب مثلا 100 مادة فقط أو 50 مادة فقط عم تحسب خواصها، وعن طريق 50 مادة أنت عم تحصل على المادة الأفضل. يعني نحن بحثنا فقط في الأماكن الجيدة أو من فضاء البحث هذا. طبعا هي يعني الخوارزمية الفعالة جدا في الوقت الحالي. هلا أنا بدي أحكي عن شو أنا اشتغلت بالتحديد. أنا كانت الفكرة إنه نحن نعمل تصميم المواد باستخدام شجرة بحث مونت كارلو. ليش شجرة بحث مونت كارلو؟ لأنه هي حققت كتير نجاح مهم في لعبة الكمبيوتر جو، وهي عبارة عن بحث عشوائي موجه سريعة جدا. طبعا ما تم المشروع بجهدي أنا أكيد لحالي، أنا كان عم بعمل نوع من التعاون مع ناس بتشتغل بالعلم المواد، وبالإضافة لي يعني باحثين يعملوا على مجال الخوارزميات البحث. وهذا المشروع اللي أنا هلأ بدي بصدد أن أحكي عنه هو نتيجة هذا التعاون المشترك بين مجموعة أشخاص يعني من 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 يعني خلينا نقول من فروع متعددة بالعلم، ونتج يعني هذا المشروع أو النتائج البحثية التي سوف أقوم بعرضها. هلأ ما هي شجرة بحث مونت كارلو؟ خلينا نحكي عنها. شجرة بحث مونت كارلو قلت انه حققت نتائج جيدة بكثير من الفروع. انا عفوا مضطر اني انزل شوي الفيديو مشان يعني تقدروا تشوفوا السلايدات بشكل جيد. شجرة بحث مونت كارلو
خلينا نفترض انه نحن في عنا مجموعه من الخيارات ممثله هون بعقد. يعني انت في عنا شجره، هي شجره بحث بالنهايه، لكن ما بتمثل الفضاء البحثي كله. يعني الخيارات تبع اللي انت موجوده ضمن فضاء البحث غير ممثله كليا. يعني انا ما في داعي ابني شجره تشتمل جميع خيارات البحث، وانما ميزه شجره بحث مونتي كارلو انه هي قادره على التوسع في المنطقه الواعده من فضاء البحث بدون الحاجة إلى تمثيل فضاء البحث كله. فلنفترض هون على أمثلة أنه نحن في عنا هون مجموعة من الخيارات، ماشي؟ بحالتنا العقدة هون أو النود هي بتمثل، عفوا، بتمثل هي وضع ذرة في موقع معين من هيكلية المادة. فعلى سبيل المثال نحن بإمكاننا نضع الذرة X أو Y أو Z في الموقع رقم واحد، ومن ثم في الموقع رقم اثنين كمان X أو Y أو Z وهكذا. فشجرة مونتي كارلو تقوم على أربع مراحل. يعني هي عبارة عن شجرة، عبارة عن خوارزمية iterative، يعني تكرارية، وكل مرحلة منها هي أربع مراحل، تقسم إلى أربع يعني steps، أربع خطوات. بالخطوة الأولى نحن عندنا اختيار. يعني نحن إذا افترضنا في عندنا شجرة بحث ونحن نريد أن نحصل على العقد ذات ال 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 يعني الواعدة أكثر، يعني مثلا نحن نتجول في الشجرة هنا، يعني ليفل، مستوى مستوى، ومن ثم نحصل في كل مرة نقارن هالعقد هي الموجودة ضمن الشجرة ونحصل على العقد الأفضل. طبعا في سكور، في يعني تابع لحساب العقد الأفضل، أنا سوف أتي على ذكره يعني لاحقا، وهكذا حتى نحصل على العقدة ذات التقييم الأعلى. لنفترض هنا أننا حصلنا على هذه العقدة. في المرحلة الثانية نقوم بتوسعة هذه العقدة، بمعنى نحن نضيف الخيارات المحتملة تحت هذه العقدة. فإذا فرضنا أن هذه العقدة كانت تمثل تعيين الذرة Y في الموقع رقم 5 أو في موقع رقم 3 هنا في هذه الحالة في هيكلية المادة، فنحن نقوم إذا بالخيارات اللي تحتها، وهي تعيين الذرة رقم X في الموقع رقم 4 على سبيل المثال، هي واحدة من الخيارات. فهذا هو التوسيع. هلا لما نعمل عملية توسيع بنعمل المرحلة الثالثة، هي عملية المحاكاة. المحاكاة وهي عبارة عن تقييم، عن اختيار عينة أو اختيار مادة من فضاء البحث. في حالتنا هذه يجب أن نلاحظ، أنا كما قلت سابقا، أن شجرة مونتي كارلو ميزتها أنه هي لا تبني شجرة بحث كاملة تشمل جميع خيارات فضاء البحث، وإنما تبني شجرة شلو أو يعني مختصرة. هلأ طيب إذا كانت تبني شجرة مختصرة، فأنا بالمرحلة هي على سبيل المثال، فأنا عندي، أنا يعني إذا افترضنا أنا مشيت بهذا الطريق من الشجرة، فأنا عندي أنا كأني عملت وضع للذرات X Y Y X ضمن الموقع رقم 1 2 3 4. طيب هذا يشمل أربع، فقط أربع ذرات معينة ضمن أربع مواقع. طب لو كان عندي أنا 16 موقع مثل ما كان بالمثال اللي أنا طرحته، فشلون بقدر أحصل على الخيار أو المادة كلها؟ شجرة مونتي كارلو ميزتها هي ما يسمى الراندوم بلاي أوت أو اللعب العشوائي. يعني هي تقوم بتوليد عشوائيا بإكمال تقوم عشوائيا باكمال يعني الماده. يعني انا عندي اربع مواقع اوريدي نحطوا فيهم ذرات، طبعا كمل المواقع ال 12 البقيانين على سبيل المثال بخيارات عشوائيه، وبالتالي بحصل على حل كامل، بحصل على ماده كامله. هي الماده اقوم بمحاكاتها وبالتالي الحصول على خواصها. هلا لما بحصل على خواصها بقوم بشيء اسمه فيدباك او تطبيق الاثر رجعيا، وبالتالي انا بحط خواص المواد ضمن معلومات العقد وبكمل يعني الى العقد الاب حتى الجذر. هلا لما بترجع بتدور القصه مره ثانيه بكون بختار هالمره عقده اكثر افضليه، لانه انا هالمره صار عندي معلومات من المحاكيات السابقه استفدت منها. اذا هذه شجره بحث مونتي كارلو. هلا انا قلت انه في نوع من التابع لاختيار اي العقد هي الافضل لما بمرحله الاختيار، وهذا يسمى الابر كونفيدنس باوند او مجال الثقه الاعلى، وهو يتعلق بنوعين من المعلومات. أنا هون بس شوي رح حرك الفيديو يعني هرجع هيك. يتعلق بنوعين من المعلومات هي الـ WI والـ VI. الـ WI هي القيمة التراكمية للعقدة، وهي عبارة عن مجموع جميع خواص المواد التي تمت محاكاتها انطلاقا من هذه العقدة أو أحد أبنائها خلال الشجرة، وعدد مرات زيارات العقدة وهي VI. هناك ثابت طبعا للتوازن بين الاستغلال والاستكشاف C،
وهذا الثابت يجب علينا تعيينه وحسب ويتعين حسب طبيعة المسألة. هلا شو يعني الاستغلال والاستكشاف؟ يعني انه انا لما بيجي ببحث في شجرة فانا بلاقي خيار معين هو خيار يبدو انه واعد او خيار جيد في هذه الشجرة، فانا هل الافضل في المرحلة الثانية في الخيار المقبل اني انا استغل اكتشافي هذا واقوم بتقييم خيارات قريبة له، ولا اني انا لا احاول استكشف خيار اخر بعيد عن الخيار اللي انا يعني قيمته طمعا في اني الاقي خيار قد يكون افضل بكثير من الاول؟ هذا هو التوازن بين الاستغلال والاستكشاف. هلا هون بدنا نحكي عن تجربه لاختبار فعاليه هي الخوارزميه مونتي كارلو او شجره بحث مونتي كارلو، ونحن راح نجرب نقارن بين شجره بحث مونتي كارلو وال البحث الأمثلة البايزية أو البيجن أوتوميزيشن مثل ما قلنا، ورح تكون مجال التجربة هو تصميم خليط بناقلية حرارية مثلى يعني عليا أو دنيا باستخدام الخوارزميتين هدول، ورح نشوف مين من الخوارزمية رح تكون أسرع، مين من الخوارزمية رح تحقق فعالية أكثر. فإذا مثل ما نكون شايفين هون، مثل ما حكيت أنا ب يعني بالبداية، في عندي هون منطقتين حدوديتين، وفي عندي هون منطقة خليط، وفي عندي ذرات سيليكون جرمانيوم بدي أعبيهم بمنطقة الخليط، وهي هون رح ناخذها على مثال 16 ذرة أو قد تكون أكثر، وعندي شرط أنه عدد ذرات السيليكون يجب أن تساوي عدد ذرات الجرمانيوم. هلا نحن شو عملنا؟ أول تجربة، أول مقارنة كانت هي مقارنة زمن التصميم. زمن التصميم هو الزمن الذي تحتاجه الخوارزمية لاختيار مادة من فضاء البحث، بمعنى أنا مثل ما قلت لكم أنه هي في عنا خوارزميات تكرارية، أول مرة بتختار مادة ثم بتعمل تقييم لهي المادة ثم بتاخذ أثر رجعي. فنحن رح نحسب أنه الزمن اللي بتطلب الخوارزمية لاختيار هي المادة. هلا نحن عملنا عدة تجارب، 10 تجارب، ثم أخذنا الوسطي، حسبنا الوسطي، وبكل مرة كنا نختار 30 مادة ونحسب الوسطي بيناتهم. إذا بتلاحظوا هون، هون هو عدد الذرات بالمادة، فنحن كل ما زدنا عدد الذرات بالمنطقة الخليط طبعا بيزداد عدد الخيارات بشكل أسي. وهون هو الديزاين تايم ان سكندز اللي هو يعني زمن التصميم بالثانية، وهذا انا مصوره هون بلوغاريتميك سكيل او يعني مجال لوغاريتمي، وبالتالي يعني هذا البيان المنحنى البياني هذا مو مصور بطريقة خطية وانما لوغاريتمية. بنلاحظ هون انه البيجن اوبتمايزيشن او الامثله البايزيه عم تاخذ زمن اسي لاختيار الماده كل ما زاد عدد الذرات في الخليط، وبالتالي يعني كل ما زاد عدد المواد او عدد الخيارات في الفضاء البحث. بينما شجره بحث مونتي كارلو تقريبا ما عم تتاثر مساله الاختيار تبعها، ما عم يتاثر ب بعدد الذرات وبالتالي بحجم فضاء البحث، وبالتالي هون نحن عندنا مسألة مهمة وهي ما تسمى بالسكيلابيليتي. آسف جدا. السكيلابيليتي هي انه انا الى اي مدى قادره الخوارزميه اللي نحن عم نشتغل عليها انه تكون انه تتعامل مع مشكلات ذات حجم كبير. اذا بتلاحظوا هون بعد 22 ذره الأمثلة البايزية غير قادرة حتى على أنه تنفذ العملية وحتى على أنه تختار أي مادة عفوا، وذلك بسبب التعقيد الكبير في كلفة العمليات الحسابية في خوارزمية البحث أو الأمثلة البايزية. المشكلة بالأمثلة البايزية أنه هناك عمليات معقدة على المصفوفات، وبالتالي هي العمليات المعقدة على المصفوفات كلفتها عالية وتحتاج إلى ذاكرة عالية جدا، وبالتالي نحن لما بيكون في عنا حجم هائل فبالتالي يقف البحث الأمثلي البايزي يقف عاجز عن معالجة هكذا مشكلات. بينما مونتي كارلو ريسيرش أو خوارزمية بحث شجرة مونتي كارلو هي أكثر قدرة على التعامل مع المسائل ذات الحجم الضخم. هلأ من ناحية ثانية رح نقارن نسبة النجاح، وهي النسبة التي حققت فيها الخوارزمية اختيار المادة الأفضل بين 100 مرة لتجربة الخوارزمية. نحن كمان هون في عنا 16 ذرة بالخليط، وجربنا يعني مونتي كارلو ريسيرش او خوارزمية بحث مونتي كارلو. هون بالمنقط هون بتشوفوا هي الراندوم سيرش. شو يعني الراندوم سيرش او الاختيار العشوائي؟ يعني هو ليس فيه اي ذكاء على الاطلاق، وانما هو مجرد اختيار عشوائي للماده
وبالتالي هو فينا نعتبره مثل البيز لاين الذي يجب المقارنة معه. يعني نحن ما لازم أي خوارزمية تنزل تحت هذا البيز لاين، لأنه هذا البيز لاين عمليا ما في أي ذكاء بالاختيار، وإنما هو مجرد اختيار عشوائي بشكل كامل. بنلاحظ هون إنه شجرة بحث مونتي كارلو هون أنا حاطط ثلاث خيارات، هي الريفرست والراندوم والدايركت، بمعنى إنه أنا بمين ببلش بوضع المواد، ببلش بطريقة تسلسلية ولا بطريقة عشوائية، وإذا كانت تسلسلية فهل ببلش من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين. المهم إنه الثلاثة عطوا نتائج أفضل من الراندوم سيرش. طبعا الأمثلة البايزية كمان أعطت نتائج أفضل من الراندوم سيرش. هون بتشوفوا أنتم نسبة النجاح مقارنة بالثيرمال كوندكتنس أو الثيرمال أو الناقلية الحرارية، بتشوفوها بحالتين، هي الماكسيموم يعني البحث عن المادة ذات الناقلية الحرارية العليا، والمينيموم البحث عن الناقلية الحرارية الصغرى. بنلاحظ هون انه بالحالتين الأمثلة البايزية كانت أكثر تفوق على شجرة مونتي كارلو. والسبب شو هو؟ السبب انه هي خوارزمية أكثر تعقيد، لكن انتبهوا انه هذا المخطط هذا بيهمل الوقت. يعني هو نحن عمليا بعد 200 مادة، بعد اختبار 200 مادة، قدرت الأمثلة البايزية تحصل على المادة العليا بنسبة تقريبا 90%، وبعد اختيار تقريبا 400 أو 500 مادة كانت نسبة الحصول على المادة المثلى 100% بالنسبة للأمثلة البايزية، بينما خوارزمية بحث مونتي كارلو لم شجرة بحث مونتي كارلو لم تستطع الحصول على نسبة 100% حتى بعد 1000 مادة. لكن هذا لأن الوقت غير داخل في عين الاعتبار، يعني فقط نسبة النجاح. هلأ لما نوضع الوقت في اعتبارنا، يعني بنلاحظ نحن انه كم استغرقت هذه الخوارزميه للحصول على الخيار الافضل، هون بيطلع معنا فرق كبير. فعلى سبيل المثال نحن جربنا ب 22 ذره في منطقه الخليط، 22 ذره مثل ما شفنا قبل شوي هي الحد الاعظم الذي يستطيع الامثله البايزيه ان تتعامل معه بحالتنا هي ضمن الامكانيات الحسابيه المتاحه حاليا. فإذا بتشوفوا هون هي المينيموم أو الناقلية الحرارية الصغرى والعليا، بنشوف هون عدد الذرات، عدد الوقت، يعني نحن الناقلية الحرارية محسوبة ضمن الوقت، يعني هون خلال 10 دقائق 20 دقيقة إلى حد الساعة، وهون نفس الشيء. بنلاحظ هون إنه شجرة مونتي كارلو قدرت يعني تكون منافسة للأمثلة البايزية ضمن 22 ذرة بالخليط. طيب نحن لو رفعنا عدد الذرات أكثر، بهي الحالة الأمثلة البايزية بتاخذ مثلا، نحن بدل 22 حطينا 24 ذرة في منطقة الخليط، بالتالي بيوسع فضاء البحث وبيكبر كثير، وبالتالي الأمثلة البايزية تحتاج إلى 15 ضعف الزمن التي كانت تحتاجه في ال 22 ذرة، وبالتالي هذا بيعطي قدرة كبيرة جدا لخوارزمية بحث مونتي كارلو، لأن هي ما بتتأثر بشكل كبير بحجم فضاء البحث، وبالتالي هي بيعطيها قدرة أن تكون هي أفضل في من يعني فوق 22 ذرة. وإذا نستنتج نحن أنه خوارزمية شجرة بحث مونتي كارلو هي كانت يعني خوارزمية واعدة في مجال تعيين الذرات في هياكل المواد من أجل الحصول على المادة المثلى، وهي very scalable، يعني قابلة للتوسع مع ازدياد حجم الفضاء. بالإضافة لذلك أنه هي جدا مناسبة لخوارزميات لمسائل البحث ذات فضاء البحث الضخم جدا. أنا يعني حاولت من خلال بالتعاون طبعا مع الباحثين المشتركين بهالمشروع، حاولت أعمل مثل implementation أو تحقيق لشجرة بحث مونتي كارلو، وهو موجود مجانا على الرابط اللي أنتم شايفينه قدامكم. بإمكانكم طبعا أنا أدعو جميع المهتمين بالاطلاع على البرمجية هذه، وأرحب جدا بأي تعاون من أجل يعني تطوير هذه البرمجية أو تطبيقها في مجالات وفروع علم أخرى. أنا بشكركم جدا على حسن متابعتكم، وأرجو أن تكونوا يعني استفدتوا من هذه المحاضرة ولو بجزء بسيط، أو أثارت اهتمامكم من أجل يعني أبحاث أنتم عم تفكروا فيها، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. عفوا قبل ما انتهي، في هون قراءات إضافية، هي مجموعة من المنشورات اللي أنا نشرتها ومتعلقة في شجرة بحث مونتي كارلو. شكرا جزيلا لكم.
مساء الخير جميعا، شكرا لحضوركم هذه المحاضرة التعريفية القصيرة في هذا المجال البحثي عن معلوماتية المواد. أنا اسمي ثائر ديب، أحمل شهادة الدكتوراه في علوم وتقنية المعلومات من جامعة هوكايدو في اليابان، واليوم أود أن أقوم بمحاضرة تعريفية بسيطة عن المجال البحثي الذي أعمل عليه حاليا، وهو معلوماتية المواد لصالح الجمعية السورية للبحث العلمي. بداية، هذه هي المحتويات التي أردت التحدث عنها. سوف نبدأ طبعا بتعريف لما هي معلوماتية المواد وما هي أهميتها. ثانيا أنتقل إلى تطبيقات معلوماتية المواد، ثم بشكل تخصصي أرغب بالحديث عن البحث الذي أقوم به حاليا، وهو تصميم المواد باستخدام تقنية المعلومات، وبشكل أدق أيضا باستخدام شجرة بحث مونتي كارلو. يعني هذه سيرة ذاتية مختصرة. أنا حاليا أعمل كبوستوك ريسيرشر أو باحث بوستوك في جامعة طوكيو، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لأبحاث وتطوير علم المواد نيمس في اليابان، وبالإضافة لكوني باحث زائر في المدرسة الوطنية لأبحاث الفيزياء والكيمياء مركز مشروع الذكاء المتقدم ريكن. اهتماماتي البحثية تشمل، طبعا أنا كوني في يعني background تبعي أو مجال دراستي ما قبل الجامعية وحتى في مجال الدراسات العليا كانت هي المعلوماتية، فبشكل أساسي كان البحث تبعي هو تطبيق مبادئ المعلوماتية على علم تطوير المواد. وبشكل أساسي اهتماماتي البحثية تتركز في التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والتنقيب عن المعلومات في النصوص، وبشكل عام Data Science. بنتقل هلأ معكم لمعلوماتية المواد كتعريف. الحقيقة معلوماتية المواد إذا أنها باختصار هي نشأت عن تزاوج فرعين من العلوم، الأول هو علم المعلومات والثاني هو علم المواد. في علم المعلومات هو العلم الذي يعنى بمعالجة المعلومات، يعني مثل ما بالإنجليزي يقال Information and Computer Science، وبشكل يعني أعم هي Information Science طبعا. وعلم المواد هو Material Science، هو العلم الذي يبحث في فهم وهندسة واكتشاف المواد الجديدة. هذا التزاوج بين هدول الفرعين أنشأ مع علم معلوماتية المواد. الحقيقة الـ Interdisciplinary Research أو هذا التزاوج غالبا عم يكون يعني بين المعلوماتية، كونها أحدثت ثورة في نمط حياة البشر، ويعني قادر بسبب التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات، قدرت تكنولوجيا المعلومات انه تدخل وتعمل تزاوج مع كثير من فروع العلم الاخرى بهدف تسريع تطوير او دعم تطوير الريسيرش او الابحاث في كثير من الفروع. واحدة من هذا الفروع هي علم المواد، وهو المجال البحثي العريض الذي انا اعمل يعني ضمنه. شو أهمية هذا التزاوج أو ليش بدأ هذا التزاوج بشكل أساسي؟ الحقيقة في يعني بشكل أساسي الهدف من تزاوج علم المعلومات مع علم المواد هو تقصير المدة اللازمة لدورة تطوير وإنتاج المواد الجديدة التي حاليا تستهلك بحدود 20 سنة. يعني الريسيرشرز الباحثين لما بدهم يكتشفوا مواد جديدة ذات خواص معينة لاعتمادها ووضعها في مثلا تطبيقات او يعني بالمصانع او الطيران او اي مواد جديده بحاجه الى تطوير الصناعه، حاليا الباحثين بيقوموا بتجارب عديده. طبعا هي التجارب تستهلك وقت كبير وتستهلك مال كتير، كونه احيانا في مواد نادره وبتكون غاليه كتير، وهذا الاستهلاك بياخذ وقت. بيقوم بعدة تجارب لإنتاج المادة معينة، ومن ثم بيقوم بتجارب الاختبار هذه المادة المعينة، ومن ثم يحاولوا أنه يضعوها ضمن الهدف اللي أصلاً هم طوروها مشانه. وهذا الدورة هي بتاخد 20 سنة بالوقت الحالي. وجود التطور الهائل بتكنولوجيا المعلومات والقدرات الحاسوبية العملاقة يعني أتاحت أنه نحن نحاول نسرع هي الدورة هي، بحيث أنه يصير في عنا تطوير للمواد بمدة زمنية أقصر، وبالتالي دعم البحث العلمي بهذا المجال وتسريعه، وبالتالي منتجات صناعية
يعني قادرة على تلبية رغبات الإنسان وأهدافه. هذا كان هو الهدف الرئيسي من إنشاء هذا التزاوج بين الفرعين. طبعا هناك تزاوجات أخرى حصلت بين علوم المعلوماتية والعلوم وعلوم أخرى مثل البيولوجي أو علم الأحياء، وهذا كان يعني كان هذا التزاوج بدأ من مبكرا قبل التزاوج بين علم المواد وعلم المعلوماتية، وكان حقق نجاحات كتير جيدة في تسريع تطوير مثلا اكتشاف أدوية. هلأ في مثلا تطوير توصيل الدواء في عن طريق النانو بايو ميديسن، او يعني يعني انه يعني ايصال المركب الدوائي الفعال للمريض فقط للخلايا المريضة، وهذا بيصير عن طريق النانو تكنولوجي او يعني علم المواد ذات الحجم الصغير جدا من مرتبة النانو، يعني من مرتبة 10 قوة ناقص 9 يعني الحجم تبع هاي المواد. فالمهم نشأ علم معلوماتية المواد، يعني قياسا على هالتجارب الناجحة لتزاوج بين علم المعلومات وعلوم أخرى. في عدة تطبيقات بدأت يعني تهدف إلى استخدام علوم المعلوماتية في تطوير ودعم أبحاث المواد. أنا بدي أحكي هون فقط يعني أذكر أمثلة صغيرة جدا من كم هائل اليوم من التطبيقات عم يشتغلوا عليها كثير من الباحثين في العالم. فعلى سبيل المثال، في عندك تصميم المواد باستخدام تقنيات التعلم الآلي، في عندنا تطوير وإدارة قواعد بيانات المواد، ومن ثم استكشاف مواد جديدة باستخدام تقنية المعلومات، وحساب خواص المواد بالاعتماد على التعلم الآلي. طبعا هي التطبيقات نحن لو بدون علم المواد كانت ممكنة أكيد، بدون علم عفوا بدون علم المعلوماتية كانت التطبيقات ممكنة أكيد، لكن كانت حتاخذ وقت طويل وحتاخذ تجارب غالية ماديا وزمنيا. استخدام علم المعلوماتية أتاح أن نحن نسرع هي التطبيقات. هلا أنا بدي أنتقل معكم على تطبيق محدد بحد ذاته أنا عم بشتغل عليه حاليا، وهو تصميم المواد باستخدام تقنية المعلومات. لنفرض أنه نحن في عنا مادة، المطلوب أنه نحن نصمم مادة معينة، في عنا structure، في عنا هيكلية لهي المادة، ونحن في عنا مجموعة من الذرات البسيطة اللي هي الذرات الكيميائية، مثل ما أنا ممثل هون بالسلايدات. في عنا الذرة X والذرة Y، والمفروض أنه نحن نعبي هي الذرة X والذرة Y في هذا الهيكلية تبع المادة. الهدف أنه نحصل نحن على مادة بأقل طاقة ممكنة. على سبيل المثال، إذا نحن بدنا نصمم مادة، هي المادة إلى خواص، ونحن لحتى نصمم المادة المطلوبة لازم نوصل للخواص اللي هي نحن بدنا إياها. فنحن مثلا على سبيل المثال هون بدي صمم مادة كريستال. هذه الكريستال ذات أقل طاقة ممكنة، بمعنى أنه هي ستيبل أو ثابتة، بمعنى أنه هي قابلة، لأنه لما تكون المادة ذات طاقة عالية ليست بأقل طاقة ممكنة فهي غير قادرة على التشكل، تتغير إلى مادة أخرى. فهي مثلا هذا المثال. لكن أنا لما بدي أعطي مثال أكثر يعني تحديد، خلينا نقول إنه نحن هون بهذا اللي شايفينه هون، هذا الاستراكشر هون، هذا الهيكل هون، في عنا بدنا نصمم مادة خليطة لناقلية حرارية. فعادة هيك مواد في عنا هيكلية هون مثل ما نكون شايفين، في عنا هون يعني منطقتين، هن منطقة يعني حدود، خلينا نقول من اليمين واليسار المادة محدودة بطبقات من ذرة السيليكون، وفي عنا منطقة خليطة هون هي ما تسمى بالألوي، والألوي هو خليط من ذرة معدن وذرة غير معدن. فنحن هون في عنا مجموعة من الذرات في منطقة الخليط هذا، وهذه الذرات نحن نحتاج إلى أن نملأ هذه المواقع هنا بإما ذرات سيليكون أو ذرات جرمانيوم أو جرمانيوم يمكن بالعربي. فالفكرة إنه هي المادة الناتجة النهائية اللي هي أنتم شايفينها هي كلها، هي هدفها إنه تنقل الحرارة من طرف إلى طرف. لكن نحن لما بنصمم هي المادة نحن بنراعي شو هي الخاصية المطلوبة من هي المادة. طبعا انت ممكن تصمم هاي المادة لتحقيق اعلى ناقلية حرارية او لتحقيق اقل ناقلية حرارية، وبالحالتين في لكلا المواد هدول ذوات الناقلية الحرارية العالية وذوات الناقلية الحرارية القليلة في تطبيقات بعلم المواد، في يعني في استخدامات بقصد لهذه الناقلية الحرارية او لهذه المواد ذات الناقلية الحرارية المرتفعة او المنخفضة، في لها تطبيقات ب يعني مثلا بالمعالجات تبع الحواسيب، بكثير يعني من التطبيقات.
فنحن اذا نهدف الى انه نحن نعبي ذرات السيليكون والجرمانيوم اللي انتم شايفينهم هون، نعبيهم ضمن منطقه الخليط للحصول على افضل تركيبه معينه، وهي اما ذات ناقليه عليا او ذات ناقليه حراريه صغرى. طبعا هي منطقه الخليط قد تحتوي عدد مختلف من الذرات، يعني قد نحن نضع فيها 16 ذره وقد يكون 22 ذره، يعني عدد معين من الذرات. طبعا نحن كل ما زاد عدد الذرات اللي نحن بحاجة إلى أن نملأها في منطقة الخليط، باعتبار أن منطقة الليد هون اللي أنا عم أقول عنها هي منطقة ثابتة، هي المنطقة المتغيرة، فكل ما زاد عدد الذرات اللي نحن بحاجة أن نعبيها بهي المنطقة، كل ما بيكون زاد عدد الخيارات الممكنة. فعلى سبيل المثال نحن رح نحط قيد على هذه المنطقة بأنه نحن يجب أن نفترض أنه عدد الذرات في منطقة الخليط اللي هي عدد ذرات السيليكون يساوي عدد ذرات الجرمانيوم، وهي 16 ذرة. فإذا كان أنت في عندك إذا افترضنا هذا القيد أنه عدد ذرات السيليكون هو معادل لعدد ذرات الجرمانيوم، هو قيد نحن فرضناه، يعني هو ليس بالضرورة أنه كل المواد تأخذ يكون فيها هذا الشرط، لكن نحن رح نفترض هذا الشرط كحالة خاصة للدراسة. فمثلا إذا كان عندك أنت 14 ذرة في منطقة الخليط، فهذا يعني أنه أنت في عندك 3432 احتمال لتموضع هذه الذرات السيليكون والجرمانيوم في هذه في منطقه الخليط هذه. طبعا نحن كل ما زدنا عدد الذرات، لاحظ الزياده الاسيه في عدد المواد المرشحه او عدد التركيبات المرشحه. طب نحن كيف ممكن نحصل بالتالي ضمن هذا الحجم الهائل من الاحتمالات، كيف نحن ممكن نحصل على افضل ماده معينه او افضل تركيبه، افضل ملء لذرات السيليكون والجرمانيوم وفيها منطقة الخليط تلك لنحصل على أفضل ناقلية حرارية أو أصغر ناقلية حرارية. طبعا المسألة مو سهلة، لأنه نحن طبعا الحل الأبسط هو أنه نحن نمسك الخيار واحد واحد نقعد نجربه، يعني نصمم مادة بتركيبة معينة نعبي ذرات السيليكون والجرمانيوم ثم نروح نعمل لها اكسبيرمنت، نعمل لها تجربة ونقيس الخواص تبعها. طبعا هذا حل يعني غير منطقي على الإطلاق، لأنه عدد هائل من المواد المرشحة وكل تجربة رح تاخذ وقت طويل وتاخذ تكلفة عالية، هذا حل غير منطقي أكيد. طبعا خبراء علم المواد ممكن يقللوا جدا عدد الاحتمالات نتيجة خبراتهم، لكن نحن أيضا باستخدام تقنية المعلومات بدنا نحاول نوصل للمادة المثالية بأقل كلفة ممكنة. هذا هو المسألة، هذا هو الهدف أو الدافع من هكذا دراسة. طبعا هناك يعني خلينا نقول المقاربات الموجودة حاليا بهذه المشكلة اللي هي تصميم المواد باستخدام تقنية المعلومات، هي ما تسمى بالخوارزميات الـ يعني الإتيريتيف أو الـ يعني المتتابعة يمكن أو التكرارية، التي تعتمد على تكرار نهج معين مثل ما نكون شايفين هون. لنفترض أنه نحن في عنا فضاء بحث، وبمعنى أنه أنا في عندي مثلا 10,000 خيار من المواد وأنا بدي أختار المادة ذات الأفضل، الأفضل باستخدام تقنية المعلومات. أي خوارزمية، أي مصممة لانتقاء الخيار الأفضل، هي تعتمد على تكرار منهجية معينة. فهي أولا تختار مادة أو مجموعة مواد من هذا من فضاء البحث هذا. طبعا أول خيار راح يكون خيار عشوائي، ومن ثم تقوم بتجربة أو محاكاة، بمعنى يعني أنا ما بساوي التجربة عمليا، وإنما أنا بدرس خواص المادة الناتجة عن طريق ما يسمى simulation أو محاكاة عن طريق الحاسب. يعني هناك عبارة عن كثير من الأدوات البرمجية التي تقوم بحساب المواد أو خواص المواد بشكل تجريبي، بشكل يعني virtual افتراضي، باعتماد على الحسابات الدقيقة ونظرية الكوانتوم. طب ممكن يسأل هون شخص انه ليش انا ما بيجي بمسك هالخيارات كلياتها؟ اذا بقيم بمحاكاة خواص هاي المواد ثم بختار المادة ذات الخواص الافضل او اللي انا بطلبها. طبعا المحاكاة عن طريق الحاسب هي حتى هاي المحاكاة، رغم انه ربما يعني يبدو للناس انه هي مسألة سهلة، لكن عمليا بتاخد ايام من اجل اختبار مادة واحدة، لانه خاصة انه نحن كل ما كان بدنا حساب خواص المواد بدقة اعلى، كل ما اضطررنا الى انه نستخدم تولز، انه نستخدم برامج ذات تعقيد اعلى وذات حسابات وحل معادلات بدرجات معقدة، وبالتالي بتاخذ زمن طويل جدا. فاذا نحن ليس من مصلحتنا يعني انه ناخذ نجرب كل او نحاول نحاكي او نحسب خواص المواد لكل المواد الموجودة، نحن بدنا نحاول نحسب أقل عدد ممكن من
المحاكيات، أو أن نحاول نعمل أقل عدد ممكن من المحاكاة، وبنفس الوقت نحصل على أفضل خيار عنا. فمثل ما عم نحكي إنه المقاربات الموجودة حاليا لحل هذه المشكلة هي إنه نحن بنختار مجموعة من المواد، مادة أو مجموعة من المواد، وبنعمل محاكاة لإلها. طبعا هي المحاكاة رح ترجع لنا خواص هي المواد، تمام؟ هلا بالاعتماد على خواص هي المواد المحسوبة، نحن بنعمل تقييم وبنعمل مراجعة على فضاء البحث ضمنيا ضمن الخوارزمية، ثم بنختار من هذا الفضاء البحث بناء على طبعا المعلومات اللي رجعت لنا من المحاكاة السابقة، نختار مجموعة من الخيارات بتكون خيارات أفضل. طبعا بهي الحالة نحن غير مضطرين إلى أنه نحن ندرس أو نحسب خواص المواد عفوا نحسب خواص المواد في الموجودة جميعا في فضاء البحث، وإنما نحن فقط بدنا نحسب يعني خواص بعض المواد، وبالاعتماد على هذه الخواص اللي هي بعض المواد فقط نستطيع أن نبحث في فضاء البحث عن المادة الأفضل دون تجريب جميع الخيارات. طيب هلأ نحن هي هي المقاربات الموجودة. على سبيل المثال راح أعطيكم يعني عادة هي state of the art، أو يعني هي الأكثر خوارزمية تقدم في مجال تصميم المواد باستخدام المعلوماتية، هي الأمثلة البايزية أو البيجن اوبتمايزيشن. لنفترض نحن في عنا فضاء من المواد عدده 10 مواد مثل ما نكون شايفين هون، ونحن في عنا بدنا نختار المادة الأفضل بدون ما نقوم بتجريب كل هدول المواد. فبالمرحلة الأولى بيتم عملية اختيار عشوائي لمجموعة من المواد، هون فرضا اخترنا 3. الأمثلة البايزية أو البيجن اوبتمايزيشن بتعتمد على حساب سكور، على حساب خلينا نقول يعني ناتج ليست خواص المواد، لأنه حساب خواص المواد مكلف جدا، لكن تقوم بحساب سكور تقييمي من أجل توقع يعني الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة. فإذا نحن مثل ما حكينا المرحلة الأولى بتكون في عندنا اختيار عشوائي، هذا الاختيار العشوائي بيصير عليه محاكاة، وبالتالي بنحصل على خواص المواد، ثم نتيجة هذا الحساب خواص المواد بنقوم بعملية prediction score أو يعني نتيجة تنبؤية أو تقييم متوقع للمادة، يعني فيما يتعلق ببقية المواد. طبعا هذا برجع بقول إنه هذا ليس خواص المواد، وإنما هو يعني مجرد يعني نتيجة توقعية بسيطة ممكن تنحسب ببساطة. طبعا والمادة ذات البريدكشن سكور أو ذات التقييم المتوقع الأعلى هي التي تؤخذ لتجريبها لاحقا، مثل ما راح تشوفوا هون. فنحن إذا أخذنا المادة رقم 8 وهي اللي جربناها، طبعا نحن البيجن اوبتمايزيشن أو الأمثلة البايزية بتضمن الحصول على المادة الأفضل بدون بسرعة أكبر، يعني نحن مجرد عملنا محاكاة ل4 مواد فقط من أصل 10 ممكن نكون حصلنا على المادة الأفضل ذات الناقلية الحرارية الأعلى أو الأدنى على سبيل المثال. ثم يتم تكرار هذه العملية إلى أن نصل إلى المادة الأعلى مثل ما حكينا. طبعا يعني مثل ما قلت إنه لا يمكن حساب جميع المواد، وإنما تكتفي الأمثلة البايزية بحساب نسبة ضئيلة جدا قد تصل إلى 5% أو إلى 10% من حجم الفضاء كله. يعني أنت متخيل أنت عندك 1000 مادة، أنت عم تقوم بحساب مثلا 100 مادة فقط أو 50 مادة فقط، عم تحسب خواصها، وعن طريق ال50 مادة أنت عم تحصل على المادة الأفضل. يعني نحن بحثنا فقط في الأماكن الجيدة أو من فضاء البحث هذا. طبعا هي هي الـ يعني الخوارزمية الفعالة جدا في الوقت الحالي. هلا أنا بدي أحكي عن شو أنا اشتغلت بالتحديد. أنا كانت الفكرة إنه نحن نعمل تصميم المواد باستخدام شجرة بحث مونتي كارلو. ليش شجرة بحث مونتي كارلو؟ لأنه هي حققت كتير نجاح مهم في لعبة الكمبيوتر جو، وهي عبارة عن بحث عشوائي موجه سريعة جدا. طبعا ما تم المشروع بجهدي أنا أكيد لحالي، أنا كان عم بعمل نوع من التعاون مع ناس بتشتغل بالعلم المواد، وبالإضافة لي يعني باحثين يعملوا على مجال الخوارزميات البحث. وهذا المشروع اللي أنا هلأ بدي بصدد إنه أحكي عنه هو نتيجة هذا التعاون المشترك بين مجموعة أشخاص، يعني من يعني خلينا نقول من فروع متعددة بالعلم، ونتج يعني هذا المشروع أو النتائج البحثية التي سوف أقوم بعرضها. هلأ ما هي شجرة بحث مونتي كارلو؟ خلينا نحكي عنها.
شجرة بحث مونتي كارلو قلت إنه حققت نتائج جيدة بكتير من الفروع. أنا عفواً مضطر إني أنزل شوي الفيديو مشان يعني تقدروا تشوفوا السلايدات بشكل جيد. شجرة بحث مونتي كارلو، خلينا نفترض إنه نحن في عنا مجموعة من الخيارات ممثلة هون بعقد. يعني أنت في عنا شجرة هي شجرة بحث بالنهاية، لكن ما بتمثل الفضاء البحثي كله. يعني الخيارات تبع اللي أنت موجودة ضمن فضاء البحث غير ممثلة كليا. يعني أنا ما في داعي أبني شجرة تشتمل جميع خيارات البحث، وإنما ميزة شجرة بحث مونتي كارلو أنه هي قادرة على التوسع في المنطقة الواعدة من فضاء البحث بدون الحاجة إلى تمثيل فضاء البحث كله. فلنفترض هون على أمثلة أنه نحن في عنا هون مجموعة من الخيارات، ماشي؟ بحالتنا العقدة هون أو النود هي بتمثل، عفوا، بتمثل هي وضع ذرة في موقع معين من هيكلية المادة. فعلى سبيل المثال نحن بإمكاننا نضع الذرة X أو Y أو Z في الموقع رقم 1، ومن ثم في الموقع رقم 2 كمان X أو Y أو Z وهكذا. فشجرة مونتي كارلو تقوم على 4 مراحل. يعني هي عبارة عن شجرة، عبارة عن خوارزمية iterative، يعني تكرارية، وكل مرحلة منها هي 4 مراحل، تقسم إلى 4 steps، 4 خطوات. بالخطوة الأولى نحن عندنا اختيار. يعني نحن إذا افترضنا في عندنا شجرة بحث ونحن نريد أن نحصل على العقدة ذات ال 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 يعني الواعدة أكثر، يعني مثلا نحن نتجول في الشجرة هنا، يعني ليفل، مستوى مستوى، ومن ثم نحصل في كل مرة نقارن هالعقد هي الموجودة ضمن الشجرة ونحصل على العقد الأفضل. طبعا في سكور، في يعني تابع لحساب العقد الأفضل، أنا سوف أتي على ذكره يعني لاحقا، وهكذا حتى نحصل على العقدة ذات التقييم الأعلى. لنفترض هنا أننا حصلنا على هذه العقدة. في المرحلة الثانية نقوم بتوسعة هذه العقدة، بمعنى نحن نضيف الخيارات المحتملة تحت هذه العقدة. فإذا فرضنا أن هذه العقدة كانت تمثل تعيين الذرة Y في الموقع رقم 5 أو في موقع رقم 3 هنا في هذه الحالة في هيكلية المادة، فنحن نقوم إذن بالخيارات اللي تحتها وهي تعيين الذرة رقم X في الموقع رقم 4 على سبيل المثال، هي واحدة من الخيارات. فهذا هو التوسيع. هلأ لما نعمل عملية توسيع بنعمل المرحلة الثالثة، هي عملية المحاكاة. المحاكاة وهي عبارة عن تقييم، عن اختيار عينة أو اختيار مادة من فضاء البحث. في حالتنا هذه يجب أن نلاحظ، أنا كما قلت سابقا، أن شجرة مونتي كارلو ميزتها أنه هي لا تبني شجرة بحث كاملة تشمل جميع خيارات فضاء البحث، وإنما تبني شجرة شلو أو يعني مختصرة. هلأ طيب إذا كانت تبني شجرة مختصرة، فأنا بالمرحلة هي على سبيل المثال، فأنا عندي، أنا يعني إذا افترضنا أنا مشيت بهذا الطريق من الشجرة، فأنا عندي أنا كأني عملت وضع للذرات X Y Y X ضمن الموقع رقم 1 2 3 4. طيب هذا يشمل فقط أربع ذرات معينة ضمن 4 مواقع. طب لو كان عندي أنا 16 موقع مثل ما كان بالمثال اللي أنا طرحته، فشلون بقدر أحصل على الخيار أو المادة كلها؟ شجرة مونتي كارلو ميزتها هي ما يسمى الراندوم بلاي أوت أو اللعب العشوائي. يعني هي تقوم بتوليد عشوائيا بإكمال تقوم عشوائيا بإكمال الـ يعني الـ المادة. يعني أنا عندي 4 مواقع already نحطوا فيهم ذرات، طبعا كمل المواقع الـ 12 البقيانين على سبيل المثال بخيارات عشوائية، وبالتالي بحصل على حل كامل، بحصل على مادة كاملة. هاي المادة أقوم بمحاكاتها وبالتالي الحصول على خواصة. هلأ لما بحصل على خواصة بقوم بشيء اسمه فيدباك أو تطبيق الأثر رجعيا، وبالتالي أنا بحط خواص المواد ضمن معلومات العقد وكمل يعني إلى العقد الأب حتى الجذر. هلأ لما بترجع بتدور القصة مرة تانية بيكون بختار هالمرة عقدة أكثر أفضلية، لأنه أنا هالمرة صار عندي معلومات من المحاكيات السابقة استفدت منها. إذن هذه شجرة بحث مونتي كارلو. هلأ أنا قلت أنه في نوع من التابع لاختيار أي العقد هي الأفضل لما بمرحلة الاختيار، وهذا يسمى الـ Upper Confidence Bound أو مجال الثقة الأعلى، وهو يتعلق بنوعين من المعلومات. أنا هون بس شوي رح أحرك الفيديو، يعني رح نرجع هيك.
يتعلق بنوعين من المعلومات هي الـ WI والـ VI. الـ WI هي القيمة التراكمية للعقدة، وهي عبارة عن مجموع جميع خواص المواد التي تمت محاكاتها انطلاقا من هذه العقدة أو أحد أبنائها خلال الشجرة، وعدد مرات زيارات العقدة وهي VI. هناك ثابت طبعا للتوازن بين الاستغلال والاستكشاف C، وهذا الثابت يجب علينا تعيينه وحسب وهو يتعين حسب طبيعة المسألة. هلا شو يعني الاستغلال والاستكشاف؟ يعني انه انا لما بيجي ببحث في شجرة فانا بلاقي خيار معين هو خيار يبدو انه واعد او خيار جيد في هذه الشجرة، فانا هل الافضل في المرحلة الثانية في الخيار المقبل اني انا استغل اكتشافي هذا واقوم بتقييم خيارات قريبة له، ولا اني انا لا احاول استكشف خيار اخر بعيد عن الخيار اللي انا يعني قيمته طمعا في اني الاقي خيار قد يكون افضل بكثير من الاول؟ هذا هو التوازن بين الاستغلال والاستكشاف. هلا هون بدنا نحكي عن تجربه لاختبار فعاليه هي الخوارزميه مونتي كارلو او شجره بحث مونتي كارلو، ونحن راح نجرب نقارن بين شجره بحث مونتي كارلو وال البحث الأمثلة البايزية أو البيجن أوتوميزيشن مثل ما قلنا، ورح تكون مجال التجربة هو تصميم خليط بناقلية حرارية مثلى يعني عليا أو دنيا باستخدام الخوارزميتين هدول، ورح نشوف مين من الخوارزمية رح تكون أسرع، مين من الخوارزمية رح تحقق فعالية أكثر. فإذا مثل ما نكون شايفين هون، مثل ما حكيت أنا بي يعني بي بي بالبداية، في عندي هون منطقتين حدوديتين، وفي عندي هون منطقة خليط، وفي عندي ذرات سيليكون جرمانيوم بدي أعبيهم بمنطقة الخليط، وهي هون رح ناخذها على مثال 16 ذرة أو قد تكون أكثر، وعندي شرط أنه عدد ذرات السيليكون يجب أن تساوي عدد ذرات الجرمانيوم. هلا نحن شو عملنا؟ أول تجربة، أول مقارنة كانت هي مقارنة زمن التصميم. زمن التصميم هو الزمن الذي تحتاج الخوارزمية لاختيار مادة من فضاء البحث، بمعنى أنا مثل ما قلت لكم أنه هي في عندنا خوارزميات تكرارية، أول مرة بتختار مادة ثم بتعمل تقييم لهي المادة ثم بتاخذ أثر رجعي. فنحن رح نحسب أنه الزمن اللي بتتطلب الخوارزمية لاختيار هي المادة. هلا نحن عملنا عدة تجارب، 10 تجارب، ثم أخذنا الوسطي، حسبنا الوسطي، وبكل مرة كنا نختار 30 مادة ونحسب الوسطي بيناتهم. إذا بتلاحظوا هون، هون هو عدد الذرات بالمادة، فنحن كل ما زدنا عدد الذرات بالمنطقة الخليط طبعا بيزداد عدد الخيارات بشكل أسي. وهون هو الديزاين تايم ان سكندز اللي هو يعني زمن التصميم بالثانية، وهذا انا مصوره هون بلوغاريتميك سكيل او يعني مجال لوغاريتمي، وبالتالي يعني هذا البيان المنحني البياني هذا مو مصور بطريقة خطية وانما لوغاريتمية. بنلاحظ هون انه البيجن اوبتمايزيشن او الامثله البايزيه عم تاخذ زمن اسي لاختيار الماده كل ما زاد عدد الذرات في الخليط، وبالتالي يعني كل ما زاد عدد المواد او عدد الخيارات في الفضاء البحث. بينما شجره بحث مونتي كارلو تقريبا ما عم تتاثر مساله الاختيار تبعها، ما عم يتاثر ب بعدد الذرات وبالتالي بحجم فضاء البحث، وبالتالي هون نحن عندنا مسألة مهمة وهي ما تسمى بالسكيلابيليتي. آسف جدا. السكيلابيليتي هي انه انا الى اي مدى قادره الخوارزميه اللي نحن عم نشتغل عليها انه تكون انه تتعامل مع مشكلات ذات حجم كبير. اذا بتلاحظوا هون بعد 22 ذره الأمثلة البايزية غير قادرة حتى على أنه تنفذ العملية وحتى على أنه تختار أي مادة عفوا، وذلك بسبب التعقيد الكبير في كلفة العمليات الحسابية في خوارزمية البحث أو الأمثلة البايزية. المشكلة بالأمثلة البايزية أنه هناك عمليات معقدة على المصفوفات، وبالتالي هي العمليات المعقدة على المصفوفات كلفتها عالية وتحتاج إلى ذاكرة عالية جدا، وبالتالي نحن لما بيكون في عنا حجم هائل فبالتالي يقف البحث الأمثلي البايزي يقف عاجز عن معالجة هكذا مشكلات. بينما مونتي كارلو ريسيرش أو خوارزمية بحث شجرة مونتي كارلو هي أكثر قدرة على التعامل مع المسائل ذات الحجم الضخم.
هلا من ناحيه ثانيه رح نقارن نسبه النجاح، وهي النسبه التي حققت فيها الخوارزميه اختيار الماده الافضل بين 100 مره لتجربه الخوارزميه. نحن كمان هون في عندنا 16 ذره بالخليط، وجربنا يعني مونتي كارلو ريسيرش او خوارزميه بحث مونتي كارلو. هون بالنقط هون بتشوفوا هي الراندوم سيرش. شو يعني الراندوم سيرش او الاختيار العشوائي؟ يعني هو ليس فيه اي ذكاء على الاطلاق، وانما هو مجرد اختيار عشوائي للماده، وبالتالي هو فينا نعتبره مثل البيز لاين الذي يجب المقارنه معه. يعني نحن ما لازم اي خوارزميه تنزل تحت هذا البيز لاين، لانه هذا البيز لاين عمليا ما في اي ذكاء بالاختيار، وانما هو مجرد اختيار عشوائي بشكل كامل. بنلاحظ هون انه شجره بحث مونتي كارلو هون انا حاطط ثلاث خيارات، هي الريفرست والراندوم والدايركت، بمعنى انه انا بمين ببلش بوضع المواد، ببلش بطريقه تسلسليه ولا بطريقه عشوائيه، واذا كانت تسلسليه فهل ببلش من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين. المهم انه الثلاثه اعطوا نتائج افضل من الراندوم سيرش. طبعا الامثله البايزيه كمان اعطت نتائج افضل من الراندوم سيرش. هون بتشوفوا انتم نسبه النجاح مقارنه بالثيرمال كوندكتنس او الثيرمال او الناقليه الحراريه. بتشوفوها بحالتين، هي الماكسيموم يعني البحث عن الماده ذات الناقليه الحراريه العليا، والمينيموم البحث عن الناقليه الحراريه الصغرى. بنلاحظ هون انه بالحالتين الامثله البايزيه كانت اكثر تفوق على شجره مونتي كارلو. والسبب شو هو؟ السبب انه هي خوارزميه اكثر تعقيد، لكن انتبهوا انه هذا المخطط هذا بيهمل الوقت. يعني هو نحن عمليا بعد 200 ماده، بعد اختبار 200 ماده، قدرت الأمثلة البايزية تحصل على المادة العليا بنسبة تقريبا 90%، وبعد اختيار تقريبا 400 أو 500 مادة كانت نسبة الحصول على المادة المثلى 100% بالنسبة للأمثلة البايزية، بينما خوارزمية بحث مونتي كارلو شجرة بحث مونتي كارلو لم تستطع الحصول على نسبة 100% حتى بعد 1000 مادة. لكن هذا لأن الوقت غير داخل بعين الاعتبار، يعني فقط نسبة النجاح. هلأ لما نوضع الوقت في اعتبارنا، يعني بنلاحظ نحن انه كم استغرقت هذه الخوارزميه للحصول على الخيار الافضل، هون بيطلع معنا فرق كبير. فعلى سبيل المثال نحن جربنا ب 22 ذره في منطقه الخليط، 22 ذره مثل ما شفنا قبل شوي هي الحد الاعظم الذي يستطيع الامثله البايزيه ان تتعامل معه بحالتنا هي ضمن الامكانيات الحسابيه المتاحه حاليا. فإذا بتشوفوا هون هي المينيموم أو الناقلية الحرارية الصغرى والعليا، بنشوف هون عدد الذرات، عدد الوقت، يعني نحن الناقلية الحرارية محسوبة ضمن الوقت، يعني هون خلال 10 دقائق 20 دقيقة إلى حد الساعة، وهون نفس الشيء. بنلاحظ هون إنه شجرة مونتي كارلو قدرت يعني تكون منافسة للأمثلة البايزية ضمن 22 ذرة بالخليط. طيب نحن لو رفعنا عدد الذرات أكثر، بهي الحالة الأمثلة البايزية بتاخذ مثلا، نحن بدل 22 حطينا 24 ذرة في منطقة الخليط، بالتالي بيوسع فضاء البحث وبيكبر كثير، وبالتالي الأمثلة البايزية تحتاج إلى 15 ضعف الزمن التي كانت تحتاجه في ال 22 ذرة، وبالتالي هذا بيعطي قدرة كبيرة جدا لخوارزمية بحث مونتي كارلو، لأن هي ما بتتأثر بشكل كبير بحجم فضاء البحث، وبالتالي هي بيعطيها قدرة أن تكون هي أفضل في من يعني فوق 22 ذرة. وإذا نستنتج نحن أنه خوارزمية شجرة بحث مونتي كارلو هي كانت يعني خوارزمية واعدة في مجال تعيين الذرات في هياكل المواد من أجل الحصول على المادة المثلى، وهي very scalable يعني قابلة للتوسع مع ازدياد حجم الفضاء. بالإضافة لذلك أنه هي جدا مناسبة لخوارزميات لمسائل البحث ذات فضاء البحث الضخم جدا. أنا يعني حاولت من خلال بالتعاون طبعا مع الباحثين المشتركين بهذا المشروع، حاولت أعمل مثل implementation أو تحقيق لشجرة بحث مونتي كارلو، وهو موجود مجانا على الرابط اللي أنتم شايفينه قدامكم. بإمكانكم طبعا أنا أدعو جميع المهتمين بالاطلاع على البرمجية هذه، وأرحب جدا بأي تعاون من أجل يعني تطوير هذه البرمجية أو تطبيقها في مجالات وفروع علم أخرى. أنا بشكركم جدا على حسن متابعتكم، وأرجو أن تكونوا يعني استفدتوا من هذه المحاضرة ولو بجزء بسيط، أو أثارت اهتمامكم من أجل يعني أبحاث أنتم عم تفكروا فيها، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم.
عفوا قبل ما انتهي، في هون قراءات إضافية، هي مجموعة من المنشورات اللي أنا نشرتها ومتعلقة في شجرة بحث مونتي كارلو. شكرا جزيلا لكم.